السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قبل البداية المرجو الاشتراك بالقناة ووضع زر اللايك للفيديو حتى يصلكم كل ما هو جديد. تابع الفيديو حتى النهاية. لن تصدق سبب طبيع بلالي لركلة جزاء وما حدث خلف الكواليس خطير. فوت الدولي الجزائري يوسف بلالي على نفسه فرصة افتتاح عداده التهديفي بألوان ناديه بريست خلال مواجهة ريمس، وشارك بلالي كأساسي ضمن تشكيلة ناديه بريست في هذه المباراة التي جمعتهم بنادي ريمس ضمن الجولة 25 من الليج 1، في حين ضيع الدولي الجزائري ضربة جزاء في الدقيقة 25 مفوتا بذلك فرصة افتتاح عداده التهديفي ومنح التقدم لبريست. وفي آخر التطورات كشف صحفيين عن تعرض الجزائري إلى صيحات عنصرية من مناصري ريمس خلال المباراة، وهو الأمر الذي أحبط من معنويات بابلو الجزائر وجعله يضيع ركلة الجزاء.